قرر المكتب الوطني البارح اللي اجتمع بصفة استثنائية أنه أول قرار هو المساندة نتاع حركة الإضراب نتاع صيادلة ولاية قالما 14 15 و 16 جانفي القادمين. ثاني قرار أنه ينتقلوا أعضاء المجلس الوطني المكتب الوطني وكل ولاية الوطن إلى قالما يوم السبت 14 لمساندة الحركة احتجاجية نتاع الزملاء نتاعنا والإخوان نتاعنا في قالما. يكون هناك يوم الأحد 15 جانفي وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية هنا في الجزائر العاصمة. ويوم الاثنين 16 جانفي راح يكون إضراب وطني. احنا طالبنا رسميا أرسلنا تقرير مفصل للسيد رئيس الجمهورية، السيد الوزير الأول، السيد وزير الصحة، السيد وزير الصناعة الصيدلانية، السيد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والسيد وزير المالية. احنا نطلبوا باش يكون هناك تدخل تحكيمي، يكون نربيتراج من طرف السيد وزير المالية لتجاوز هذه الأزمة. نطالبوا بالتراجع عن هذه التعليمة اللي هي في الحقيقة استحداث ضريبة جديدة إضافية غير معقولة وغير مقبولة ولا يمكن أن يتحملها أي صيدلي. فالصيادلة منذ بداية نشاطهم خلصوا كل واجباتهم الجبائية وكل ما كان يترتب عليهم من واجبات ضريبية. نبقاو احنا نقابة حوار كما أكدنا في التقارير اللي أرسلناها، ما نغلقوش أبواب الحوار، نطلب فقط إن شاء الله أن يكون حل لهذا المشكل يعني الخطير، خطير جدا، ليوضع يعني مستقبل كل صيدلي في الجزائر في يعني كوضع نتاع الغلق الفوري. إضراب لو 16 قابل للتكرر.